السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وحنا رجعنا لكم فيديو جديد. اذا الاخوان اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا مشروع حصري ومربح يعني وقليل في المغرب. يلا بدا كيدخل، علاش ما تكونش انت من الاوائل؟ حنا الهدف ديالنا الاخوان هو ان تخرج بواحد المشروع معين وما تبقاش خدام مع الناس. قبل ما نبداو الاخوان، ما تنساوش تخليونا لايك لهذا الفيديو، هذا وصلوا لنا الفيديو ل 1000 لايك ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا، الهدف ديالنا يعني الطلب ديالنا الاخوان بسيط، الى انه يعني قليل اللي كيعمل به. اذا الاخوان كما قلت لكم، مشروع ديال هيدرو ديبين يعني مشروع سباق لكم شفتوه يعني في الفيسبوك او لا في اليوتيوب الى غير ذلك، او لا في لقطات ديال تيك توك، ولكن الطريقه الاخوان اللي ما غادي تشوف معايا بالتدقيق وحتى يعني كيفاش كيتخدم والمواد الاوليه ديالو. اذا هيدرو ديبين ولا الاخوان كيتسمى بالطباعه المائيه، هذا المشروع هذا اللي قلت لكم صراحه مربح بزاف، وتقدر تخدم به على بزاف ديال الاكسسوار، سواء الاكسسوار المنزلي او لا اكسسوار ديال السيارات. يعني اغلبيه ديال الناس هذيك كيخدموا بها الاشياء ديال السيارات، مثلا بحال الجوانات ديال السيارات، البارتشوك الى غير ذلك، داكشي الاكسسوارات ديال السيارات كاملين كيطلعوا الاخوان واحد الديكور، واحد الزواق اللي ما يقدرش يطلعوا لك شي حاجه. اذا الاخوان هذا المشروع هذا ديال هيدرو ديبين الصراحه فيه الفلوس، وقليل اللي كيخدم به، وقليل اللي يعطيك السر المهنه ديالو. علاش؟ لانه مربح بزاف، وفي نفس الوقت ما كما قلت لكم ما فيهش المنافسه، واغلبيه ديال الناس عاملين الاحتكار ديال هذا المشروع هذا. اذا تقدر تكون مثلا تعملوا مشروع يعني اللي تقدر تدخل به فلوس، تقدر تعملوا يعني غير من راسك، مثلا تعمل به اكسسوار ديالك، مثلا بحال سبادري تعمل به شي حاجه منزليه وتخليها لراسك، تقدر تكون تعملو كهوايه مثلا، غير شي حاجه عجبتك عشقتيها انك تخدمها، ولكن تقدر ترجعو مشروع مربح وتقدر تعمل معاك الخدامه ويكون عندك واحد مشروع مستقل بذاتك. اذا الاخوان هو الهيدرو ديبين كيتخدم على جوج انواع، كاين الهيدرو ديبين بالصباغه يعني بالبيستول ديال الفشفاشه، وكاين الهيدرو ديبين ديال الورق ديال الهيدرو ديبين اللي كيكون الورق جاهز، فيه الزواقه كتختار الزوق، كتكون عندك زواقه مسبقه يعني قبل ما تطبعها كتشوف الديكور ديالها كيفاش غادي تخرج. اما الهيدرو ديبين بالصباغه كتكون صباغه عفويه، يعني الديكور كيكون عفوي، يعني كل مره كيفاش كيخرج، يقدر يخرج مزيان، يقدر يكون يخرج بشي، هو اصلا الحلاوه ديال الهيدرو ديبين هو في ديك العفويه ديال الزواق اللي كيخرج. ولكن مع هذا هو اللي خرج في الاول، ولكن مع التطور الاخوان خرجت يعني الهيدرو ديبين يعني واجده جاهزه، كتشوف الزواقه اللي بغيتي. اغلبيه ديال الناس كما قلت لكم ديال السيارات كيخدموا بهذه الجاهزه، ما كيخدموش بالصباغه يعني بالعفويه، يعني كاينه الصباغه العفويه الاخوان اللي قلت لكم صباغه عفويه، وكاينه صباغه عفوا كاينه ورق ديال الهيدرو ديبين خاص بالهيدرو ديبين. اذا انت كمبتدئ ما ننصحكش لا تبدا ولا لا بالصباغه ديال الهيدرو ديبين ولا بالورق ديال الهيدرو ديبين، غادي تخدم بصباغه زيتيه عاديه. اغلبيه ديال الناس جربوها وحتى هي خدامه، حتى تتعلم الاخوان وتعرف كيفاش كتفيكسا الهيدرو ديبين، كيفاش كيمشي الماء باش تفيكسا الصباغه الى غير ذلك. من بعد الاخوان غادي تدخل يعني تطور شويه شويه. واما بالصباغه، في كتباع الصباغه ديال الهيدرو ديبين راه كتباع يعني في المدينه ديال كازا، وكاين حتى في فاس يعني رابطات كتدخل الصباغه، تقدر تشريها من الصين كذلك، دومونديها من الصين لانها مربحه. كاين اكسسوارات الاخوان اللي كيكونوا يعني جاهزين، يعني تحتاج يكون عندك واحد شويه ديال التكنيك اللي بتفسخ مثلا اكسسوار، سواء مثلا اي حاجه تقدر، كاين اللي كيفسخ وكاين اللي كيغلف، مثلا بحال مثلا اللي كيصبغوا السيارات راه كاين اللي كيفسخوا وكاين اللي كيغلفوا، كتجبرهم مغلفينهم غير بجرائد وداكشي يعني وكتدخل. ولكن دابا بالنسبه للهيدرو ديبين من الاحسن انك تفسخ البياسه كامله وكتخشيها في داك الصباغه ديال الهيدرو ديبين وكتطلع لك واحد السواقه اللي واعره. ضروري كتحتاج تجربه، انك تكون واحد فنان يعني مبدع، تقدر تخرج الوانات زوينين الى غير ذلك. هذا هو اللي غادي يحتاج منك. وراه الناس في كازا الاخوان راه تقريبا لجينا نقولوا راه ما كاينش بزاف في كازا، تقريبا خمسه الناس او سته الناس اللي كيخدموا الهيدرو ديبين، وتقول له وريني وراه والله ما يوريك. حنايا الهدف ديالنا الاخوان هو اننا كنعطيو على اللي عندنا كامل، وحنايا الرزق ديالنا على الله كما كنقولوا، وحنايا ما كننتظروا من اي واحد يعطينا شي حاجه، حنايا بالعكس كنعطيو وكنقلبوا على الجديد. هذا هو يعني المصدر ديال يعني المعرفه ديالنا، يعني كتعطي اللي عندك وتقلب انت باش كتطور داك المعارف ديالك. اما ولا بقيتي غير عندك واحد جوج معلومات وحاضنهم عندك وساكت، راه ما غاديش تمشي بعيد الاخوان. يعني كما كنقول لكم يعني شارك مع الناس باش حتى انت يجيب الله اللي يشارك معاك، وحتى انت يعني يعود عليك بالنفع. كما قلت لكم الاخوان الهيدرو ديبين الاخوان يعني الصراحه ما غاديش تندموا الا تعلمتوا، ولا يعني عندها مستقبل الاخوان. هذا هو المستقبل ديال
يعني ديال الطباعه المائيه. كما قلت لكم كاينه سبراي يعني الصراحه اللي خاصين بالهيدروتيبين وكيطلعوا كما قلت لكم اللي يعني شي حاجات اللي زوينين بزاف. اذا كما كتشوفوا معايا في الفيديو اللي كيبان لكم على الشاشه يعني يعني بطريقه بسيطه تقدر تخرج بها اشياء. وتقولوا لي بالنسبه شحال كتعمل الصباغه، طبعا الصباغه ما غاديش تكون غاليه بزاف قد ما غادي يكون المردود ديالك، يعني كل ما كان المردود يعني كل ما كانت الخدمه زوينه كل ما غادي تطلب الثمن ديالك. وكما قلت لكم الاخوان اغلبيه ديال الهيدرو دي بين الناس اللي كيخدموا الهيدرو دي بين يعني كيخدموها الجوانات ديال السيارات، هذوك هما اللي فيهم الفلوس ديال بصح. يعني الا خدمتي غير يعني انا دائما كنسيستي لكم الاخوان على يعني مثلا الفكره والمشروع واستمر. مثلا الا شبرتي غير الجوانات ديال السيارات وديال الدراجات الناريه وليتي متخصص غير في الجوانات راه غادي تمشي بعيد الاخوان. تقدر تبقى تخدم حتى 50 جنطه في النهار، مثلا يكون عندك المعلم اللي كيفساخ انت غادي غير كتغطس في الماء ديال الهيدرو دي بين. حنا طبعا كما قلت لكم راه المشروع ماشي بداك السهوله اللي كتخيلوا، الا انه كيحتاج يعني تجربه وضروري غادي تخسر في الاول ما غاديش تطلع لك. يا الاخوان التجربه والشخص النازح عمره ما كتطلع له التجربه ديالو من الضربه الاولى، ضروري كما قلت لكم كيخسر وما عاد تصدقلوش وغيقلب على الحل. الى غير ذلك حتى يعني اهم شيء هو انك تكون عندك العزيمه والاراده انك باغي تتعلم من هذا الشيء هذا. يعني في اي مجال ضروري ما عاد تخسر، ضروري ما غاديش تطلع لك في الاول، ضروري ما غاديش تعجبك، ضروري غادي تحبط، ضروري غادي يعطيوك يعني خطاب تيئيسي لا هادشي اللي كتخور الى غير ذلك. ولكن انت كما كنقول لك دائما ما تحاولش تاثر، كنت عندك هدف في حياتك راه غادي توصل. سولوا الناس يعني اللي مجربين، يعني بحال مثلا حنا ضروري حنا راه في الاول خسرنا يعني بياس الناس الى غير ذلك، ولكن كتعلم الاخوان. يعني كنقول لكم هذا هو الهدف ديالنا، هو انك تخرج بواحد المشروع، المشروع باش تنميه وباش تنجح راه ما غاديش يجيك بديك السهوله. مثلا طق طق شبر طبع ها هي وجدت، لا يعني كيدوز بمراحل وتجارب والصبار والى غير ذلك باش كتجبر. يعني اي واحد الى سقسيته كيفاش بديتي المشروع ما غاديش يقول لك صافي فتحت بداو كيجيو عندي الناس، لا ضروري كما قلت لك يعني يعني ضروري كتكرفس في الاول، ما كتعرفش هادي ما كتعرفش هادي، كتقلب وشي يعطيك شي ما يعطيك شي، انت غادي تخسر غادي تخسر شويه الفلوس الى غير ذلك باش تتعلم. اذا الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم كان ديال هيدرو دي بين اللي كنت وعدتكم انني غادي نعمل فيديو عليه اليوم ان شاء الله. عاد كتب انني نحط فيديو على الهيدرو دي بين ونتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا. إذن الناس اللي كيبيعوا الصباغه ديال الهيدرو دي بين غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، اللي عجبته شي حاجه يعني يدخل ويتوكل على الله. اذا اخوان نتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش كلشي يستفيد. يعني بغينا الخير للناس قد ما كتبغي لراسك، ما تكونش عندك داك احتكار المعلومه والخطاب التائسي. اذا اخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتم. كان معكم هشام الدمج مصمم اشهرين، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نهاركم مبروك، سلامه.